السلام عليكم، جابر عبد الحكيم، طبيب جراحي الأسنان بالقطاع الخاص وعضو بمجلس الجنوب لهيئة أطباء الأسنان، الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، مجلس الجنوب. الندوة الصحفية اليوم جات على قبل من أجل التعريف بالدور ديال الهيئة في حماية المواطن، في حماية صحة المواطن، وجات في موضوع ديال اكزيرسيس ليغال اللي جات من طلب من بعض الصحفيين اللي بغاو يعرفوا على هذه الممارسه الغير شرعيه لطب الاسنان. سبب الندوه هو التعريف بهيئه اطباء الاسنان، الدور ديالها في المجتمع والدور ديالها من اجل حمايه المواطن والممارسه الغير شرعيه لاطباء الاسنان. علاش كاين الموضوع؟ هو ان طب الاسنان باش يمارسوا الواحد لابد ما خصو يكون عنده شهاده ديال الدكتوراه ديالو باش يكون طبيب الاسنان، ولابد ما خصو يتسجل في جدول الهيئه. كاينين منتحلين الصفه اللي ما عندهم لا رخصه لا ديبلوم لا حتى شي حاجه، وكيحلوا عيادات والسلطه كتكون عندها علم وساكته عليهم ومخليهم. ما عندناش بسميتو، ما كاينش احصائيات اللي كتعرف على قبل غاديين وكيكثروا غاديين وكيتزادوا، كل مره كتخرج احصائيات في شكل. مي حتى واحد ما عنده رخصه، حيت الرخص تمنعوا من 1960، ما بقاوش الرخص كيخرجوا. المنتحل صفه ان ملي كتكون دعوه كتكون الهيئه كتكون طرف كطالب حق المدني ديالها في الطرف ديال هذيك الدعوه. وحنا الدور ديال الهيئه هو انها كتنظم المهنه بالنسبه لاطباء الاسنان اللي مسجلين فيها. الا كانوا هما اللي غالطين كيدوزوا من مجالس التاديبيه ديالهم وكيتعاقبوا بحسب القانون الجاري به العمل، وبالنسبه للاخرين راه كيتلتجوا للقضاء اللي ما مسجلينش في الهيئه. الا بدا كاين قانون كيفاش كيتسجل الواحد في الهيئه وكيفاش كيبدا كيمارس، كاين القانون محطوط وحنا كنطالبوا بالتطبيق ديالو وصافي. اسعار خياليه نورمالمون باش تسمي السعر خيالي ولا ماشي خيالي خصك تكون عندك مقارنه. الا جيتي تقارني طب الاسنان في المغرب راه هو من ارخص في العالم، ما كاينش شي حاجه ارخص منه في العالم. موريتانيا اللي حدانا راه حنا اغلى من احنا ارخص منها، دونك موريتانيا اغلى منا، مالي اغلى منا، الجزائر اغلى منا. الا دويتي على صانع الاسنان راك كدوي على كتقارني شي حوايج اللي ما عندهمش مقارنه. باش غادي تقارني واحد كيحيد الضرسه في السوق ياك وكيشلف مفصل، واحد غادي في عياده، دونك فين غادي نقول له الثمن ديال التحياد هنا ولا هنا؟ شنو هذا الشيء؟ شوف ملي كدوي على الاثمنه، الاثمنه دائما في اي قطاع ماشي بحال بحال، على قبل ماشي بحال لاباتونت اللي كاينه في لو بوان اكس ماشي هو لو بوان ايغريك، ماشي نفس التكلفه اللي كتكون في شحال من حاجه، دونك كيكون اختلاف في الاثمنه. غير هاد الصناع ديال الاسنان المنتحل لصفه شحال من مره كنلقاهم كيحسبوا اثمنه غلا من الطبيب باش ان المواطن كيتخدع فيهم. وشناهم؟ لا حنا ما عندناش حق نديرو احصائيات، اللي كدير احصائيات هي الداخليه اللي خصها ديرهم.